السلام عليكم. ان شاء الله هنبدأ في كورس سي سي تي في اللي هي كلوزد سيركت تلفزيون، كورس كاميرات المراقبة. تمام كده. الفيديوهات هتكون صغيرة وهتكون فيها كل المعلومات، مفيش بقى رغي ولا اي حاجة. كل المعلومات اللي انا اقولها هتكون انت محتاجها، سواء انت عايز تشتري كاميرا او عايز تشتغل في المجال دوت. تمام، ويلا بينا. اول فيديو هيكون تعريف بالفهرس، هنشرح ايه. تمام، اول حاجة عندنا انواع الكاميرات. تمام، تاني حاجة الريزوليوشن، انواع الكاميرات مش عايز اقول لك في ايه وايه عشان ما تلخبطش وكده، هناخد كل حاجة في فيديو لوحده وهتفهم كل حاجة ان شاء الله. لو عندك اي سؤال سيبه تحت في الكومنت. تمام، اول فيديو معانا هيكون انواع الكاميرات. تمام، تاني فيديو الجودة. تمام، تالت فيديو عندك السنسيفتي. تمام، الضوء. رابع فيديو عندك الفوكال لينس، البعد البؤري. تمام، خامس فيديو اللينس اللي هي العدسة. تمام، السادس فيديو الزوم، بعد كده الانجل اوف فيو زاوية الرؤية. تمام، بعد كده الكالر فورمر نوع الإشارة. تمام، بعد كده الايمج سنسور، بعد كده الكابلات، بعد كده هقول لك الفرق بين الدي في ار والان في ار. تمام، بس ده كده الفهرس، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون هنبدأ بأول حاجة أنواع الكاميرات. تمام كده، ولو اعمل بقى اشتراك في القناة عشان كل فيديوهاتي توصلك. كان معكم أخوكم تايجر، سي يو ليتر.